اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، اش كتعودوا؟ كلشي مزيان الحمد لله. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على حبكم، على اللايكات ديالكم، على مساندتكم لهلا خطيكم عليا. اليوم مع فيديو جديد غادي نشارك معكم جوج المواضيع. واحد الموضوع بجوجهم كتبتهم لكم في العنوان، انا العناوين ديالي ما تنكذبش فيهم، وغادي نهضر لكم على دوك جوج مواضيع، لا على الفلوس ديالي اللي كانوا مشاو ورجعوا لي الحمد لله، ولا على الموضوع ديال هولندا اللي الصراحه تبومباردات فيها كورونا وبغاو يعتقوا الموقف. غادي نقول لكم في الاخر لا فيديو اشنو طرا. المهم هنايا البنات انا الصباح فطرت، هنا غادي نوجد واحد الحوته معمره بالفيرميسال، خليكم معايا طريقه زوينه. اول حاجه غادي نوجد ليا الغداء ديالي، نتغدى ونرجع معكم. اخواتاتي كيف شفتوا هنا درت هاد الشعريه الصينيه ديال الروز، درت هنايا في الماء باش تطلق. هنايا درت الزيتون مقطع ودرت الربيع ودرت الثومه، طحنتهم مع بعضياتهم. هذه باش نديرها شرموله ديال الحوت. من بعد عاد خويته هنايا، هنا كندير ليا باش نتغدى البنات، ندير ليا غير هاد مطيشه السوريز مع البيض، هذا هو غدايا. دابا راه وقت الغدا، بنتي في المدرسه البنات، خلعني البراد. المهم البيض راه مغسول وكلشي، انا كنغسلو فاش كنجيبو. وصافي اخواتاتي، حيت الصباح شربت غير قهوه فاش ديت بنتي، ما كليت ما حتى شي حاجه، حتى جمعت الدار ديالي كامله ودست كنوجد لي واحد وريداتي، قطعت النعناع من الجريده عندي وغادي نعمر اتاي. دابا غادي نديه نشحرو ومن بعد ندوز نتغدى وعاد نكمل سميتو العشاء ديالي في الطياب. هنايا زدت الشعريه الصينيه، غادي ندير شويه الملح، ملح دائما حسب الذوق، غنزيد شويه الهريسه غير شويه على ود بنتي، غندير الخرقوم، غادي ندير شويه الكمون، غندير شويه البزار، التحميره، وغندير حساب معلقه صغيره ديال الصوص صوجا، ما نكثروش بزاف حيت مالحه. نخلط هادشي بعدا. المهم دابا البنات غادي نهضر لكم على الموضوع، لانه تا العشيه عاد صباح، سبحان الله يلاه هضر معايا خويا غير صباح، قال لي مدرسه انا فلوس اللي كانوا مشاو لك في المغرب رجعوا ولا مازال؟ عقلتوا البنات نهار خرجت واحد 200 اورو من البنك وكانت مشات ليا، الا عقلتوا. وبزاف البنات كل وحده عطات الاراء ديالها، كاين اللي قالت ليا ما عمرهم غيرجعوا لك، كاين اللي قالت ليا غادي يرجعوا لك ويتعطلوا، كل وحده واشنو عودات المشكل اللي كان طرا ليها. وهما كانوا قالوا ليا البنك ديال المغرب بلا ما نسميهم بلا حتى شي حاجه، راه ديجا سميتهم دابا ما يرجعوا ليا رزقي صافي. قالوا ليا الا بغيتي فلوس كيرجعوا لك خاصك تهضري مع البنك ديالك اللي في هولندا، وهما اللي غادي خاصهم يديروا اجراءات معنا. اتصلت بالبنك ديالي وقالوا لي هاكي هاد النمره هي اللي غادي تبقاي تعاملي معهم باش يرجعوا لك رزقك. الحمد لله بقيت شي 4 المرات ولا 5 المرات راجلي كيتصل بهم وكيعاود يصيفط لهم المعلومات، وهما كيعاود يتصلوا ثاني بالبنك ديال المغرب. من شهر من شهر امتى مشيت المغرب انا؟ في شهر 10، من شهر 10 حتى لدابا الحمد لله رجعوا في واحد المده اللي هي قصيره بزاف. البارح كنت وصل برزقي ورجع ليا، صراحه كنت منيسه وتراجلي كان كيقول محال غادي يرجعوا، ولكن الحمد لله داروا الاجراءات ديالهم وكانوا قالوا الا لقينا الفلوس باقي عندنا في البنكه ما خرجوش غادي نردوهم لك. والبارح كنت فاجئ، تحطيت راسي في المخده هو يقول لي راسي دخلي للبنك شوفي اشنو كاين. دخلت البنكه وانا نلقى فلوسي ردوهم ليا البارح، الحمد لله رجعوا ليا فلوسي. بغيت غير نقول عليكم لانكم بارطاجيت معكم كانوا مشاو ليا
بغيت نقول لكم راهم رجعوا ليا. مرضي الوالدين عمرو ما يخيب، اللي كيدير الخير عمرو ما يخيب، واللي قلبه زوين عمرو ما يخيب، واللي ما كينوضش المشاكل، ما كيخلوطش عباد الله، ما كيكذبش على الناس، راه ربي عمرو ما غادي يخيبو، لان ربي راه وصى على هذا الشيء كامل. ديري الخير، تهلاي في الوالدين، خذي رضات الوالدين، ما تخيبيش مع الناس، يكون انسان هو خايب انت تكوني زوينه معاه سالينا. ولكن كاين شي وحده اللي كيكونوا فايتين الحد باش تكوني زوينه معاهم، ديك الساعه ما كتلقاي لك حتى شي تبرير، لان كاين شي ناس كدير معاهم زوين ودير معاهم زوين وهو كيدير خايب، انت كديري زوين وهو كيدير خايب، ملي كتشوفي راسك قجر عليك صافي كديري معاه ستوب وكتحبسي معاه الهضره. المهم البنات خلاص تلقاو رجعوا لي فلوسي، شكرا لكم بزاف على المسانده ديالكم، لانكم كلكم كنتو وقفتوا معايا وكنت بقيت فيكم لهلي خطاكم عليا. و حتى اللي ما كيسرقش الناس، ما يسرقش الناس، ما يكذبش على الناس باش يسرقهم. كيف غادي نهضر لكم على الفيديو السابق اللي نتوما كنتو كلكم كتصحابوني كنسعه انايا كون بغيت الفلوس راه غيفوايا البنات، راه ندير عمليه البا والله تنديرها. كيجيو عندي بزاف اليوتيوبرز مساكن، اش كيقول يا سناء نديري معنا واحد القضيه ديال جيفواي، ما جيفواي نعطوك الفلوس وديري جيفواي، راه فيا ما ناخذ من عندهم فلوس كاملين، راه كيديروا واحد الثمن باهظ لكل يوتيوبرز، 3000 درهم لكل يوتيوبرز كيديروا لها، راه كيكونوا 10 اليوتيوبرزات باغين قنواتهم يطلعوا، ونجي عندكم ونقول لكم بنات تابوناو مع هادي وتابوناو مع هادي وتابوناو مع هادي، وناخذ انا الفلوس وما كاين لا ربح لا سيدي زكري. انا خاطيني هذاك الشيء، كيجيو عندي البنات تنقول لهم شوفوا الله يعطيكم السر، انا راه خاطيني التخربيق ديال الجيفواي، خليني انا عام صداقيه مع القناه ديالي. لهذا كنقول لكم ما عمركم ما تحطوا الظلم على شي واحد، اولا نتوما ما كتعرفوش مباشره، كتعرفوني غير في الشاشه، يعني باقي ما كتعرفونيش مزيان، انا اخر وحده ناكل رزق شي واحد. الحمد لله راكم كلكم متتبعات ديالي، وبفضل ديالكم كنجمع شويه لبابا باش نصيفطوا للحاج، راكم معاونيني، لاش غادي نطلب منكم انا اجي متتبعه ديالي اجي عندي لداري وعاونيني. انا بكل مصداقيه وبكل فرح شاركت معكم السيده اشنو جابت ليا، اما راه نجيبوا الخزن داكشي والدنيا هانيه، ولكن كيف قلت لكم شحال هذه انا ورقه بيضاء وماشي حتى بيضاء ترونسبارون، كنوريكم حياتي طبيعيه بلا كذوب لا يديك لي خليك. الحمد لله راجلي مخليني مختصه حتى شي خير، ولكن ما نقجرش على راجلي كل مره انا نعطي الوالدي هذا الشيء. علاش درت اليوتيوب باش نرجع الوالديه، ولو نشد فيه غير 500 اورو الحمد لله، شديت فيه غير 300 اورو الحمد لله. هادشي اللي غادي نقول لكم، غادي نعاود ناكد لكم انا ما كنسرقش الناس، راه يسولي لاي تبرز جات عندي وقالت لي سناء ديري كيفوي من لا اختي لا اسيدي لا، انتيا غادي تخسري والمتتبعات ديالي غادي يخسروا، ما غادي تربح حتى وحده، انت ما غايجيوش عندك ديال لي زابوني، غايتابون معاك ديك الوقيته اللي انا هضرت على الجيفواي وغيتسلوا في حالاتهم. هذا اللي كان، حطيت الخضيره ديالي توفور خيزو بطاطا، جيت هنايا حيدت داك الحي، طلعوا لي شويه في الراس، حيدتهم راه حيدتهم على اليوم والغد ليها ضيتهم. اش نقول لكم الدريات، بنتي كتفرتت بيمو تمايا، اش نقول لك وداك الكحل كيبان فيه، تفرتيت كتبان فيه الخمله، وانا نردهم الغد ليا، حيتهم نهير واحد والغد لي رديتهم. المهم جمع شويه الدويره كنشطب هنايا، لان فلي كنبات وكناكلو في الزريعه، ايوا نتوما كتشوفوا تفرتيت الزريعه راه كله سستو في الحيف، والله الا الحيف لا كيهزو حمل ثقيل عليا. المهم البنات راه نتوما عاونتوني، نتوما كتعاونوني كتعاونوني بالمشاهده، وبالمشاهده كنتخلص، راكم معاونيني الحمد لله، شكرا لكم البنات. مشيت جبت بنتي من المدرسه الحمد لله، اليوم ما كاينش بعدا البرد، هانتوما كتشوفوا جوج حوتات عمرتهم، دورت عليهم غير بطاطا وخيزو ومطيشه، سالات ليا الفلفله، دابا غندير الحامض، ديجا انا ديما واجد عندي في المجمل، ندير عليها شويه زويته بلديه من الفوق ونغطيها وندخلها للفران. دابا بحال هاد الحوت ناكلو منها دابا،
ولا شاط منه تنخلي منه غدا بنتي هكا الغدا لا جات باقي فيها الجوع كنعطيها تاكل منه شويه ولا كنحطو لها في العشاء ربما ندير غدا مثلا شي حاجه ما كتاكلهاش هي راكم عارفين وليدات راه هذه ما ناكلهاش هذه ناكل هذه صافي ملي كيولوا فهاد السن ديال 3 سنين 4 سنين 5 سنين راه كيولوا هذه ما بغيتهاش وهذه بغيتها المهم دابا غادي نغطى عليه بهذا وندخلو الفرقان ندير هادو ندير بابي الومنيوم صافي وندخلها لكم صافي غادي ندير عا هادا باش يشد داك الكاغيط باش يعرق ويطيب دغيا المهم دابا غندخلها الفران طيب ايوا صافي ما تجي طيب تيكون هشام جرى الحوت دغيا كيطيب هاتي الا عندكم مثلا شي خضره دنجال قرعه بحال دابا انا عندي هذا بسباس وختو يغسل دابا حيت بقى انا ما غاديش نطيبو شنو غندير لي غندير كل وحده نلوي على السلوفان ونديرها في الثلاجه باش هكا مي خماش ومي خسر واحد النهاريه نسيت ويا البنات وخسر ليا ايوا دابا وليت كندير ليها الطريقه الخضره كامله ونديرها في الثلاجه نديرها في الثلاجه واخ نديرها في الثلاجه وكتبقى مزيان بحال دابا كنشد هذه كندير لها هكا شوف كيبان لكم ولا لا لا ماشي باينش لكم صافي وكنشدو خفيه شويه الخدمه شي مشكل مهم الخضره ما كتخسرش ليكم كتبقى واحد المده اللي هي طويله هكا شفتوا معايا سهله سهله الطريقه وكيف الله الخضره يا البنات لا كتبقى لكم مزيانه ديروها القرعه وهكا السباس كنديرها الدنجال صافي هكا وكنديرهم في السليله ديالهم هاتي هاد السليله وكنستفهم كاملين اخواتاتي انا كملتهم ديما ديروا هذه الطريقه والله البنات الا غادي تحتفظوا بالخضره ديالكم كتبقى بعدا واحد المده اللي هي طويله هكا دابا انا شريت بزاف شريت اربعه ما انا وراجلي راه جوج قادين يعني كنشد كل وحده كنقسمها على جوج اولا على اربعه وتنديروا مع البطاطا والحيمه راه شي كيجي فن يعني بالنسبه لجوج اشخاص جوج وحيدات راه قادينكم وصافي وكندير لهم هذه الطريقه هكا القرعه ديروا لها هكا القرعه الخضراء الدنجال هذا البسباس اي خضره عندكم حتى نشاطت عليكم كاع القرعه الحمراء من الكسكسو خضره حتى هي ديروا لها هكا وديروها في الثلاجه واحد الطريقه اللي هي زوينه والبنات اللي كيديروها يكتبوا لي في التعليق هنا يا خواتاتي كنكون ساليت الشغال ديال كلشي الحوت خشيته في الفران كيف شفتوا معايا البسباس حتى حيدته طرفته باش يبقى هكا مزيان قلت لكم علاش ودابا انا غادي شنو جا ريكلام نشوفوا الجديد ونشوفوا اشنو فاش دايرين بروموسيون الجديد ديال ليدل ديال الدي ديال كرويت فات ديال كلشي هذوك الحوانت اللي كنمشي ليهم وصافي وبغيت نتذكر معكم في شي حاجه ان شاء الله الناس كنحيد يعني هذا الريكلام ديال الحوانت اللي كنمشي ليهم بحال البرتين هذا ايطوس تا هو كنشوفو هذا ما كنمشيش ليه نعطي النور قالت واطقه ها كينو هذا شنو زينزي زينزي ما كنمشيش ليه بيك بازار كان مشي ليه يعني كنشوف ناتورا ما تمشيش ليه قالوا رخيصه عرفتي مشينا ليه راه على الكذوب والله رخيصه والو ليدل الدي مالي خاصه كاينه كتعجبني ليدل هذا باغي نشوف النور شي حاجه فيه
دومينو سمعتنا من ديرو فيه. هذا اللي كي وقيله اللي كيدير عنده راجلين دار الله. لا ماشي هو هذا. شي محل ديال هذا، هذا ديال الشراب ديال التلفاز الدي. هذا الشيء كامل كنمشي ليه براكسيس. خلي نشوف حتى واحد الحاجه. اكسيون، كريت فات، ليدو وليدر، هادو كاملين. الا لقيت شي حاجه ديال جديد غنقولها لكم، حيت ليدل والدي دابا كيجيبوا لك هاد الريكلام ديال ابتداء غيبدا ويك 51، يعني من 14 في الشهر، يعني من غدا. هاد الريكلام غيبدا من غدا، يعني داكشي غيجيبو غدا. زعما كل حاجه شحال غدير من غدا. بحال هذا قالك الا خديتي وحده كانت 13 اورو، الا خديتي وحده تاخدي وحده فابور ب 6 اورو 69. المهم الا لقيت شي هاوت اللي غادي تنفعكم وعارفه انا غادي تعجبني غادي نقولها لكم. صراحه الناس بانت لي حتى شي حاجه، بانت لي حتى شي حاجه عجبتني. كانوا كيجيبوا واحد الحلوه ليدل، كانوا كيجيبوها زوينه ديال اللوز، فنه بنعرف لكم كيفاش دايره. كنبقاوش كيجيبوها حيت انا صافي تفرجت ديال ليدل. ها هو دابا انا في ديال الدي، ما بانتش شي حاجه من غير هذه، مازال بحال اللي كانت عندي تماما، بحال ديالي تماما، ولكن ماشي نفس السميه. داري ليها 80 اورو. انتما البنات هذه زوينه، هذه راه زوينه بحال قطارتي. كدير القهوه بن، وكدير حتى مي كتوركي على هاد اللعيبه كيخرج هاد الباب، وكتقدري ديري الكاغيط وديري فيه القهوه اللي هي مطحونه، يعني تستعمل هذه والقهوه العاديه. وزوينه زوينه بزاف البنات. الا بغيتو تاخذوا هذه بالبن كتديري لها 80 اورو، انا كنت خديتها واقيله بشي 90 اونلاين. من كنت خديتها من ليدل، هذه الالدي اللي جايبينها دابا. شنو سميتها هذه؟ دير مخلازن، ما عرفتش كاسم، ما هاي سميتها يمكن، لا انا ما سميتهاش، هذه سميتها برانسيس، يعني برانسيس راه هي فيليبس تماما. جايبين هذا المخنيترون حتى هو نفس السميه ب 70 اورو. بنات اللي خاصهم مخنيترون راه جايبينه ب 70 اورو، اولا شي واحد في العائله خاصينو، يعني راه جايبينو رخيص. العجانه ها هي البنات 60 اورو غيجيبوها ليدل، يعني هادشي كامل غادي يدخل نهار 16 الشهر. نهار 16 يعني قريب، ما بقى لها يومين وغيدخلوا نهار الاربعاء، بعد غدا غادي يدخلوا. اليوم راه 2 والاربعاء غادي يدخل هادشي. عجبوني هاد الكويميلات، شو هادي بحال ديالي البنات، بحالها. انت جايبين بيجامات ديال الوليدات غادي يجيبوهم نهار الاربعاء البنات، بيجامات ديال العيالات ديال الرجال. شفتو تشال ماكلة الكادويات للدراري. شنو هنا؟ لمبات خاصني، والله ما كرهت هادي نجيبها للكوزينه. نشوف مع هشام، هادي زوينه غادي يجيبوها نهار السبت. لا خلاوها، عرفتي راه ما كاينش، راه كيديروا ميسه بنادم، راه كيوقف عند الباب لهادشي وحق الله العظيم. المهم ما كاينش، ما كاينش شي حاجه، ما كايناش. هي كريت فات داروا ليها كتاب زوين، ونشوفوا البنات صافي كيديروا واحد الكاغيط محلول عذاب. البنات القرار اللي خدات هولندا الاخير، وهو غادي يسدو من وقيله من الاربعاء، من اليوم، من اليوم حتى 19 جونفي، لان هولندا تبومباردات فيها كورونا، قد يحماطت الدريات، وصلت ل 10000 حاله. وداكشي علاش قال لك اغلاق صارم هاد الليله، يعني اليوم 2 شحال في الشهر اليوم نقول لكم انت داكشي. اليوم 14، اليوم 14 غلقوا، غادي يغلقوا شي حاجه وغيخليو شي حاجه. هاد الصباح هولندا قالوا غادي يديروا واحد لوك داون، هارد لوك داون، يعني واحد الاغلاق شديد ابتداء من منتصف الليل، من اليوم في الليل غادي يسدوا كل شيء تقريبا، يعني وغادي يخليو شي حاجات اللي محلولين. غادي يسدوا مثلا المتاجر الكبرى، متاجر ديال الملابس،
وغادي نخليو المحلات بحال سوبر ماركت وصحاب المواد الغذائيه والبنكات والصيدليات، هادو غادي يبقاو محلولين، وغادي يوقفوا المهن اللي كتكون مختلطه بحال مثلا كابغ يعني الصالونات، الحلاقه، دار الدعاره، الناس اللي يوشموا، المحلات اللي كتمشي توشمي عندهم، خبراء التجميل، هادو كاملين غادي يسدوا ليهم. طبيب السنان حتى هو غادي يسد، بحال الموزيوم يعني المتاحف، بحال حدائق الحيوانات، المسرح، سبيلتون يعني فين كيلعبوا الوليدات، دوك الحديقه فين كيلعبوا الوليدات، البارك، وكل شيء غادي يسدو. يسدو لاصال ديال الرياضه، غادي يسدو الحمامات، حمامات غادي يسدو لابيسين، الصونا فين كيديروا الصونا، هادو كاملين غادي يسدو ليهم. ممنوع تجمعوا العائلات، يتجمعوا في الداخل وفي الخارج. كذلك في العيد ميلاد، الى عندك عيد ميلاد وممكن تضيفي ثلاثة الناس يجيو عندك لعيد ميلاد ديالك. بحال مثلا انا لا درت عيد ميلاد خاص ثلاثة الناس اللي يجيو عندي للدار. نهار الاربعاء، حنا قلنا اليوم اثنين، هنا نهار الاربعاء غادي يتغير كل شيء بالنسبة للاباء والوليدات. غادي يسدو المدارس الابتدائية والثانوية، غادي يوليو يقراو عبر الانترنت، غادي يسدو مراكز ديال رعاية الأطفال، غادي يخليو الوليدات اللي كيمشيو فين كيحضيوهم، بحال مثلا أنا خدامة مسموح نخلي بنتي، إما الناس اللي ما هما ما خدامينش وليداتهم غيوليو شادينهم معاهم في الدار، بحال دابا أنا ما خداماش غادي نشد بنتي معايا في الدار، كنت خدامة غادي يشدوها ليا، يعني هاديك ديك الساعة غادي يقدروا يتفاهموا ويشدوا ليا بنتي. قالك يقدروا يخليو بعض الحاجات اللي هما محلولين، غيخليو شي لوطيلات محلولين، ولكن ما يعطوهمش الماكله وما تشربي، يعني هي تمشي تنسي وصافي. غادي يخليو مكتبات محلولين، ولكن تمشي غير تاخدي كتاب وترجعي في حالاتك، يعني ما تجلسيش في المكتبه. ممنوع الناس يخرجوا في الليل زعما يدوروا، يعني حيت كانوا كيخرجوا خلا راه قالك حنا فينا، ما خرجنا في الليل كنخرجوا ندوروا على الطر ديال الزبل وكنرجعوا. مازال الناس اللي باغيين يديروا شويه سبور في الزنقه كيخليوهم يعني في الهواء الطلق. ولكن الناس اللي باغيين يديروا سبورت مسموح غير ثلاثة ولا أربعة يديروا سبورت في الزنقة. هاد التطبيق قالك تنطبق لحزمة الإجراءات المذكورة أعلاه حتى النهار 19 يناير، عاد غادي تفك القضية. عاد قالك قبل منها بأسبوع، قبل من 19 بشي أسبوع غادي تقرر الحكومة باش دير التخفيف واحد شويه. هذا تيقولوا لي هارد لوك داون، واحد اسميته واحد الاغلاق اللي هو شديد، بدا اليوم في منتصف الليل. هذا الشيء اللي قرات هولندا وجيت نتقاسم معاكم. بنات هو الحوت، نشعل لكم الاضاءه، الحوت طالع منه الدخان، ايوا صافي، مع الهريسه والخبيز راه هو تما. صافي دابا هي دوات في المثال، هي درت هنايا عمرت بها ودرت شويه بطاطا وخيزو، درت هاد مطيشه السوريس حيت تقادات لي مطيشه، تنغدي ان شاء الله ونمشي نخرج نتقدى الخضره راه سالات. قاعد يدك اللي وريتكم قبيله والدنجال، ايوا دابا ندوزو نتعشاو. سمحوا الناس البنات حكم في الجنه من البنات. يلا صونا عليا دابا البوست، حيت ما كذبش عليكم هي شي 4 شهور وانا باغا نبدل البيسي ديالي. علاش بغيت نبدلو؟ لان ماما البيسي ديالها كنخسر ليها
وخدات الطابليط، الطابليط ما كتشدش لينا مزيان يعني، كت ما عرفتش ليها ماما وتخربيق وهذا. المهم انا قلت لها غادي نزلت لك البيسي ديالي، ولكن اول حاجه خصني ناخذ بيسي. علاش غنعطيها البيسي ديالي؟ انني خديت انا واحد بيسي فيه جيجا كثر من البيسي اللي كان عندي، اللي كان عندي اش بي. من بعد غنبارطاجي معكم فاش غنكون باغا نصيفط لماما داكشي ديالها. ودابا هشام خدا لي واحد البيسي اخر اللي فيه بزاف ديال جيجا كثر من البيسي الاول، اللي انا كنحتاج شي بيسي يكون كيهز بزاف بحكم انا كندير فيه المونتاج وكذا، داكشي علاش. المهم بعد غنبارطاجي معكم، انا باقي كنجمع في الكوزينه، غادي ندوز واحد الشيفه خفيفه على الدار ونرجع معكم. ها هو البنات، البنات شريتو من الموقع اللي كنشري به الاكثر، كيف قلت لكم انايا كنبغي بزاف ديكورات من اكشن وبزاف المواعن والاتات من ايكيا، وكيعجبني حتى اوتو. اوتو اللي ملي خديت الفوتوي ديالي صراحه داك الموقع زوين، ما عمرني لقيت معاه شي مشاكل. خديت من هو اللي خديت منه هذاك تي في مابل، يعني داك الماريو اللي حاطاه تحت التلفازه تا وخديته من اوتو. يعني هاد اوتو كيعجبني الصراحه، لان ما عمرني ما خديت من عندهم شي حاجه وزعما خسرت ليا ولقيت معهم شي مشاكل. المهم هنايا هشام ضمنوا لي هاد اللابتوب، صراحه شراه ليا شحال هادي، ولكن قسمت ليهم الفلوس على ثلاثه المرات عاد وصلني الثمن ديالو. ما بقيتش عاقله بالضبط الصراحه، والله ما بقيت عاقله على الثمن ديالو، لان هشام اللي كان خداه واش كنت خديته ب 600 اورو، والله ما بقيت عاقله، ما نقدرش نقول لكم شحال الثمن صراحه. لو كنت باغا داك ابل، ولكن لقيتهم كاملين غاليين، ما كاين غير مليون، جوج مليون، مليون ونص، وانا جاتني شويه قاصحه. صافي خديت هذا وقيله داير شي 120 الف ريال ولا 100 الف ريال، ما بقيتش عاقله بالضبط صراحه. المهم هذا هو سميتو، ما فايتش 120. المهم سميتو اسوس، ها هو. شوفوا البنات الشارجور ديالو كيفاش داير، سميتو اسوس اللي خديت دابا. هذا الشارجور داير بحال الشارجور ديال بورطابل. البيسي هو هذا بالكتوبة ديالو، تخش واش يبان لكم، وهذا هو الشكل ديالو. شتوها البنات؟ سميتو اسيس فيفو بوك، الشكل ديالو شحال زويون في الداخل. وباش عجبني حتى صغيور، ماشي كبير، نقدر نحطو ما يبقاش من هنايا خير من الخير، ماشي بحال الاخر. الاخر انا غنوريه كي الفوق، من بعد غادي نوريه ليكم. هشام شو الشارجور ديالك بحال ديال الفطاب، حتى حنا ولفنا ديك اللعيبه ديال الراس بحال ما هكا، وكيدوز واحد الخيط واحد قداش هو كيكون هنايا كيكون سخون، كتخافي تحطيه حداك، تخافي تحطيه فوق السداري. المهم هذا كله غادي يدخل في الشارج، والخيط ديالو هكا. الكتوبه اللي غادي يشوف هشام يدخل ليا فيه، انا بالك هي هذه كنتحط عاطين معها مانيطه. المهم بلاتي نقطع ورجع معكم، ماما كتتصيفط لي ميساج.